السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. هذه هي الحلقة 27 من سلسلة رمضانية لتعلم اللغة الإنجليزية من البداية. أتمنى أنكم الآن أصبحتم تكتبون جمل مفيدة وجمل شائعة في اللغة الإنجليزية، وأيضا تتكلمون مع أصدقاء. وأتمنى أيضا أنكم طبقتم الطريقة التي من خلالها تتعلمون الكثير من المفردات، وهي شجرة الكلمات. تكتب كلمة وسط دائرة وتستخرج منها كلمات أو جمل مرتبطة بتلك الكلمة، مثلا فعل، تضع فعل في الوسط وتستخرج منه العديد من الكلمات. هذه الحلقة سوف نتحدث عن الاستطاعة، كيف تعبر عن الاستطاعة، ما تستطيع فعله. Okay, let's get started. هيا لنبدأ. الاستطاعة، الاستطاعة بمعنى ability. نستعمل عندما تريد أن تعبر عن الاستطاعة، نستعمل can أو could أو be able to. سوف نتعرف كل واحد على حدة. كان أو كنا نستعملهم أيضا في عندما تريد أن تطلب شيئا، مثلا إذا أردت أن تقول هل فتحت الباب، can you please open the door، أو could you please open the door. هنا نستعملهم كلاهما لكي نطلب شيئا بأسلوب مناسب، بأسلوب لائق. إذا أردنا أن نستعمل مع الزمان، ففي الحاضر نستعمل can، والمستقبل أيضا نستعمل can، لكن في الماضي إذا أردت أن تعبر عن القدرة أو power بمعنى القوة في الماضي تقول could. هنا نستعمل could. أوكي، سوف نبدأ ب can في الحاضر. I can swim، أستطيع أن أسبح. I can swim. I can ride a bike، أستطيع أن أقود دراجة. I can ride a bike. He can speak English، هو يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية. He can speak Japanese. كان تبقى كما هي في جميع الضمائر، نفس should الذي رأيناه في الحلقة البارحة. إذا أردت أيضا أن تعبر عن المستقبل بكان، مثلا I can help you tomorrow، يمكنني أن أساعدك غدا. I can help you tomorrow. كان دائما يتبعه فعل بدون to، فعل بدون to، كما رأينا في should، مثله مثل should. إذا أردت أن تسأل نقلب، مثلا Can you swim؟ هل تستطيع أن تسبح؟ Yes I can. No I cannot. أو I can't، اختصار تكون ملامسة لكان. لكن إذا أردت أن تقول can't، تقوم بوضع أبوستروف then تكتب T، can't. Can't. Can you help me؟ هل يمكنك أن تساعدني؟ هل يمكنك أن تساعدني؟ Can you help me؟ وهكذا بالنسبة لي كان، نستعمله كما هو في جميع الضمائر، لا يتغير. نمر الآن إلى could. Could. مثلا he could drive، كان يستطيع أن يقود سيارة. He could drive a car. But now if he is old، إذا كان كبيرا في السن، he can't drive. Okay. He can't drive. لا يستطيع الآن أن يقود سيارة، لكن في الماضي كان يقود السيارة. He could، كان يستطيع، لديه القوة. He could drive a car. هذا هو الفرق. الآن نمر إلى أيضا، هو إذا أردنا نسأل بالنسبة إذا وضعته في الطلب، فهنا لا علاقة له بالماضي، فيعني الحاضر. مثلا إذا قلت لك could you open the window، هل فتحت النافذة، هنا في الحاضر. لكن إذا قلت he could drive
بمعنى كان يستطيع أن يقود سيارة. He could drive a car. نمر إلى be able to. أيضا هو يعني يستطيع، لكن هو نضعه في جميع الأزمنة، فقط ما يتغير هو be، بفعل be. إذا كان في الحاضر نقوم ب am is are، إذا كان في الحاضر am is are، إذا كان في الماضي was أو were، إذا كان في المستقبل will، نضيف له will be. هل سنعطي مثال؟ I was able to write short stories، بمعنى كنت قادرا على كتابة العديد من القصص، short stories، قصص صغيرة. I am able، إذا أردت أن تتحدث عن حاليا، I am able to run fast، بمعنى أستطيع أن أجري بسرعة، أستطيع أن أجري بسرعة. I am able to run fast. إذا أردت أن تتحدث عن الغير، She is able to run fast. He is able to run fast. وهكذا. في المستقبل إذا أردت أن تقول سأكون قادرا على الحضور مثلا، I will be able to attend. سأحضر أو سأكون قادرا على الحضور. I will be able to attend. هذا I will be able to attend. They will be able، لا يتغير. Will be نضعه في جميع الضمائر. They will be able to attend. هم سيستطيعون الحضور. هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة، أتمنى أنها نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس وكتابة تعليق تتضمن الجمل التي ذكرناها في الفيديو كي تترسخ في الذهن، وأيضا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وشكرا لكم على التفاعل، وإلى اللقاء إلى حلقة جديدة إن شاء الله.